بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين الحجاب الفاطمي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. ينقل لنا التاريخ درسا في العفة والحجاب عن السيدة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يوم خرجت محتجة على غاصبي حقوقها، إذ منعاها فدكا نحلتها التي نحلها إياها أبوها النبي صلى الله عليه وآله. فيذكر لنا التاريخ أنها لاثت خمارها واشتملت بجلبابها وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها الأرض، أي أن ثيابها سلام الله عليها كانت طويلة تخط الأرض سترا لها وإتماما لحجابها المقدس والتزاما بأوامر الله تعالى وقيم الإسلام ومبادئ الدين الحنيف. كانت تمشي بخطى واثقة مطمئنة بتمام الهيبة والوقار والسكينة. ما أسمى هذه الدروس والعبر والمعاني السامية التي سطرتها سيدة النساء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك، كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناص، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.